تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إخراج القوات الأجنبية ورفض كردي سني لإنهاء دور التحالف الدولي بالعراق. بعد حسم أغلب المحافظات، ولادة حكومة ديالا تمر بمخاض عسير، وكركوك تترقب اتفاق مكوناتها. الموازنة على موعد مع تعديلات على جداولها وتوجهات نيابية لخلق فرص تقلل الضغط على القطاع الحكومي. مخاوف من ارتكاب مجزرة في رفح، الاحتلال يعد العدة لاقتحامها، والأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري. سلام الله عليكم. نشرة أخبار الظهيرة من الرابعة. وجه مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وبحسب انتقدت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي المقاطعة التي تشهدها جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة الاعتداءات الأمريكية المتكررة على سيادة العراق. وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة إكس إن الجلسة تشهد مقاطعة من قبل الكتل السنية والكتل الكردية، متسائلة إن كانت قضية إخراج القوات الأجنبية من العراق تخص الكتل الشيعية فقط وفق التدوينة. كشف النائب عن تحالف فتح فالح الخزعلي عن رفض النواب الكرد والسنة تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال الخزعلي في منشور على منصة إكس إن رفض النواب الكرد والسنة للقرار يعد مخالفة للمادة 1 والمادة 50 من الدستور، داعيا إياهم إلى مراجعة مواقفهم. جددت لجنة الأمن النيابية مطالبتها بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية ردا على تكرار الانتهاكات. عضو اللجنة النائب حسين العامري دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه تكرار استهداف القوات الأمريكية لمقار وقادة الحشد الشعبي. تطبيق قرار مجلس النواب العراقي الصادر في الخامس من كانون الثاني 2020 القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، وهو ما يحظى بدعم ورغبة كبيرة من قبل الأوساط السياسية والشعبية. ثانيا، مطالبة الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه التمادي والاستهتار الأمريكي ردا على الجرائم الغادرة في استهداف مقرات الحشد الشعبي وقادته ورموزه. ثالثا، في الوقت الذي ندعم فيه إجراءات الحكومة بشأن المفاوضات مع التحالف الدولي لإنهاء الوجود الأجنبي، نطالب أن يكون إخراج القوات الأجنبية من العراق الشرط الأساسي في تلك الحوارات. رابعا، تقديم شكوى من قبل وزارة الخارجية لدى مجلس الأمن الدولي. أكد النائب رفيق الصالحي عزم البرلمان إنهاء ملف الوجود الأمريكي في العراق. الصالحي في تصريح للرابعة أشار إلى أن القصف الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية. الذي طالع قيادات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد وفي القواطع الأخرى من قواطع الحشد الشعبي
هو انتهاك للسيادة العراقية ومزيد من إراقة الدماء في تواجد القوات الأجنبية والقوات الأمريكية. لذلك تواجدهم على أنهم متدربين أو مستشارين هذه كذبة، كذبة على السيادة العراقية. لذلك تواجدنا اليوم في جلسة خاصة ليست فقط للمناقشة وإنما لتشريع قانون إلغاء التواجد الأجنبي في الأرض العراقية. من جهته كشف النائب حسن سالم عن جمع 120 توقيعا لسن قانون يخرج القوات الأجنبية من العراق، محذرا من مغبة تجاهل النية البرلمانية بتدعيم قرار الحكومة بإنهاء وجود التحالف الدولي. طلبنا لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي. حقيقة في هذه الجلسة أولا سوف نؤكد على تفعيل قرار البرلمان العراقي عام 2020 القاضي بإخراج القوات الأجنبية للأراضي العراقية. إضافة إلى ذلك نطالب بتشريع قانون، وقد جمعنا أكثر من 120 توقيع مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته القراءة الأولى وبالتالي التصويت وإقرار إن شاء الله في الجلسات القادمة. توتر وتصعيد يخيمان على مفاوضات العراق والولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة. تبريرات القصف ووعيد الفصائل والرأي السياسي حيال الوجود العسكري الأجنبي نتابعها جميعا مع فقار فاضل في هذا التقرير. العودة إلى طاولة الحوار بين بغداد وواشنطن لاستئناف الجلسات الثنائية الخاصة بجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق لن تكون سهلة هذه المرة، نظرا لتأثرها بأجواء التوتر والتصعيد المعقد بعد الهجمات الأخيرة واستهداف قيادي بارز في كتائب حزب الله بوقت سابق. الأمر وفقا لمراقبين سيقلل من فرص نجاح انسحاب الولايات المتحدة من البلاد، لأن الجانب العراقي ضعيف، الجانب الأمريكي هو الأقوى ويا كل أوروبا، بعدين الأمريكان إذا طلعوا جميع السفارات راح تطلع وياهم وجوز يسحبوا سفارتهم، ولذلك أعتقد أنه هاي المفاوضات شكلية يعني لا أكثر ولا أقل، والأمريكان باقين هم دا يقولون إحنا باقين هم نطلع. وترى الأوساط السياسية والأمنية أن الصراع المحتدم في المنطقة وخاصة بين محور المقاومة الذي يتوعد بالثأر من جهة وإصرار واشنطن على الرد من جهة ثانية، صراع سيعطي التبريرات للطرفين المتحاربين للبقاء طويلا في ساحات المواجهة. هذه الصراعات في المنطقة أثرت بشكل مباشر على العراق، لأن العراق لاعب أقليمي واستراتيجي جدا مهم في المنطقة، وبالتالي بدأت عملية تصفية الحسابات هنا. لكن السؤال، هل هذه كلها أثرت على التفاهمات الحكومية؟ وعلى نعم أثرت. كل هذا الحكومة الآن تجري تفاهمات على الصعيدين السياسي وكذلك العسكري لتهدئة الوضع على قدر المستطاع ما بين الفصائل تارة وما بين الولايات المتحدة تارة أخرى. وقد تمضي المفاوضات تحت ضغط نيران المقاومة أو الضربات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي، وهذه أسباب لإفشالها أو تعليقها لإشعار آخر كما حدث في الحكومات السابقة، فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية السنية والكردية ببقاء قوات التحالف على أرض بلاد الرافدين لأسباب مختلفة. من بغداد، فقار فاضل، الرابعة. خلا جدول أعمال جلستي مجلس النواب ليوم غد وبعد غد من القوانين المهمة، وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن الجدول تضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون المرور فضلا عن قانونين آخرين. وأشارت الدائرة الإعلامية إلى أن جدول جلسة الثلاثاء يتضمن قراءة مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات وغيرها من مشاريع القوانين. رفض مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التظاهر ضد الحكومة المحلية الجديدة في النجف الأشرف، وكتب صالح محمد العراقي في تدوينة له أن إبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها بحسب تعبيره.
يواصل المكونين العربي والتركماني اجتماعاتهما المكثفة في بغداد للوصول إلى توافق بشأن شكل الحكومة المحلية في كركوك. رئيس جبهة تركمان العراق حسن توران قال إن قيادات ونواب وأعضاء مجلس المحافظة وممثلو المكونين التركماني والعربي يواصلون لقاءاتهم في العاصمة لأجل حسم المناصب التنفيذية في الحكومة المحلية وأن تراعى فيها كل المكونات. للحديث في موضوع المجلس مجالس المحافظات وبالتحديد في محافظة كركوك ينضم إلينا محافظ من محافظة كركوك المستشار في القانون الدولي الأستاذ مهدي العزي. أستاذ مهدي، قانونيا إلى أي فترة يمكن أن تتأخر قضية إقامة الجلسة الأولى في كركوك وانتخاب المحافظ ورئيس المجلس هناك؟ السلام عليكم. وعليك السلام. هذا الاستضافة هي شرف لنا. في الحقيقة أنه تعرف جنابك إحنا محكومين بقوانين ومدد قانونية. الجلسة الأولى انعقدت وقت محدد بالقانون بعد أن أدى الأعضاء. لكن إحنا الآن أمام مشكلة أنه سوف يتم انتخاب محافظ رئيس والنواب، وهذا شيء القانون مجالس المحافظات المادة السابعة نص على أنه يتم انتخاب المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس بأغلبية الأصوات أو بالأغلبية البسيطة أيضا، واللي هي أيضا كانت لكن بالجلسة الأولى ما تعرف جنابك ما يعرف الشأن الكريم أنه الكتلة العربية والكتلة الثمانية لم يحضر الاجتماع، وبالتالي أجلت. القانون رسم خريطة واضحة ودقيقة للانتخاب فريق الانتخاب. نصت المادة السابعة على أنه يتم الانتخاب بالتصويت كما تكلمت. فإذا ما تمكنوا الأعضاء من المجلس تصويت 50+1 لانتخاب المحافظ أو رئيس المجلس يصار إلى ترشيح شخصيتين وهما الحاصلين على اكثر الجلسه. طبعا هما الحاصلين على استاذ مهدي، الجلسه التي عقدت هل يعني عقدت على اساس قانوني ودستوري واستحقاقات انتخابيه للمكونات والاحزاب هناك، ام عقدت على اساس التوافقات السياسيه التي من الممكن ان تنتج انتخاب المحافظ ورئيس المجلس والاعضاء؟ حقيقه لم توافقات سياسيه، كان الحزبين الكرديين هما الحاضرين فقط. كان هناك تحالف بين المكون العربي والتركماني، بالنتيجة أن المكون التركماني والعربي لم يحضروا، وبالتالي كان هناك توافق لكانوا حاضرين وتمكنوا من انتخاب محافظ. بالحقيقة أنه لا يوجد توافق سياسي لاختيار شخصية المحافظ رئيس. الآن الموقف الكردي يعني يعبر بشكل واضح بأن هناك اتفاق كردي ما بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الاتحاد الكردستاني بأنهم من الممكن ويأملون بأن يكون يعني رئاسة أو المحافظ يكون كرديا. على أي أساس تم التعبير عن هذه الرؤية؟ هل على أساس الاستحقاق الانتخابي أم على أساس الاتفاقات التي من الممكن أن تبرم والتكتلات التي من الممكن أن يكون فيها المحافظ كردي؟ وهل سيكون ذلك مقبول بالنسبة لبقية الأطراف، أقصد العرب والتركمان؟ حقيقة أنه الخارطة بسيطة جدا، خارطة سياسية أو خارطة الانتخابات، أنه هنالك 8 أعضاء مجلس محافظة تم انتخابهم، هم 7 أفراد زائدا المكون الكويت المسيحي من الأخوة المسيح اللي هو أيضا منتمي للاتحاد الوطني حسب الحزب. فبالنتيجة لا يوجد أي تحالفات سوى تحالف الحزب الكردي والحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني. والقانون واضح وصريح، لا يمكنهم أن يحصلوا على منصب المحافظ بدون التصويت. وهذه هي المعضلة التي الآن
يعاني من عندها كل المكونات، هل يستطيع الأفراد عن طريق الكوتا أن يحصلوا على المحافظ؟ القانون يقول 50+1. هل يستطيع العرب والتركمان أن يحصلوا على محافظ؟ القانون يقول 50+1. وبالنتيجة هنالك تعادل. المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أحب أوضح جناب الكريم أنه قانون مجالس المحافظات خلق مشكلة، أو أنه سكت عن في حالة عدم توافق الأطراف وفي حالة التصويت لأكثر من مرة، ولم يستطيع المجلس انتخاب محافظ. ما هي الحل وما هي الحلول؟ لا يوجد حل قانوني، هذا نقص تشريعي. كان يفترض أن يتلاطاه المشرع العراقي قانون مجالس المحافظات. أشكرك جدا من محافظة كركوك المستشار القانوني الدولي مهدي العزي، شكرا جزيلا. لم يكن تشكيل مجلس المحافظة كفيلا باستئناف العمل المحلي في ذي قار معين مبنى أو موقع، فلا للحكومة المحلية يوجد أي مبنى أو موقع للاجتماع فيه، حتى وصل الأمر إلى عجز أعضاء المجلس عن بدء عملهم. مراسلتنا في المدينة نور صادق لخصت لنا الأسباب والتفاصيل في هذا التقرير. في 3 مبان يراوح مجلس محافظة ذي قار بعقد جلساته، 2 منهما فشلتا و3 نجحا بتمرير الحكومة المحلية، فيما يعجز موظفو المجلس عن البدء بعملهم نتيجة عدم وجود مبنى مخصص لهم. مجلس المحافظة هو مجلس منتخب، حلقة دستورية مهمة لنقل المشاكل من المواطن إلى المسؤولين أو للحكومة العراقية، لذلك نأمل أن يكون هناك مكتب أو مقر دائم لمجلس محافظة ذي قار، لأنه الآن المواطن في حيرة من أمره، إلى أين يذهب؟ المجلس أدى اليمين وانتهى، وتم انتخاب رئاسة والنواب والإدارة المحلية برمته في محافظة ذي قار قد اكتملت، والكابينة الحكومية انتهت، لكن أين يذهب المواطن؟ الغريب والمفرح في نفس الوقت أنه بعد اكتمال تشكيل حكومة ذي قار ومجلس المحافظة الجديد، الغريب في الأمر أن هذا المجلس ليس له بناية مستقلة كمجلس محافظة في محافظة ذي قار يقوم بأداء مهامه ومراقبة عمل الحكومة المحلية وتشريع القوانين. اليوم المواطن الذي قاري وأي شخص عندما تكون له مراجعة لمجلس المحافظة يحتار أين نجد المكان المخصص لأعضاء مجلس المحافظة. مراقبون بيّنوا أن سبب عدم وجود بناية خاصة بالمجلس في المحافظة هو الحكومات المتعاقبة بجانبها المركزي والمحلي، رافضين تسلم مجلس المحافظة جديد من مدارس وبنايات حكومية. حقيقة الوضع تغير الآن بالناصر، يعني عكس الأحداث اللي حدثت ومجرياتها في عام 2019. يعني الوضع الآن الناصرية وضع مطمئن، وجات الأمنية ماخذة دورها، والوضع مختلف تماما عن 2019. فالمشكلة يعني مجلس محافظة وخصوصا المجلس منتخب وفقا للقانون. وفي وقت سابق أيضا أدرج محافظ ذي قار السابق مشروع بناء مجلس المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم. عدم وجود مبنى لمجلس محافظة ذي قار يشتت أماكن عقد جلسات وتساؤلات عن إمكانية القيام بواجباتها الرقابية والمتابعة بعمل الحكومة المحلية. من ذي قار نور صادق، 4. مع استمرار إخفاق مجلس محافظة ديالى في عقد جلسة لتشكيل حكومته المحلية، تتعالى المطالبات الشعبية بضرورة اتفاق الكتل السياسية على اختيار المحافظ بعيدا عن المهاترات وتعريض أمن المحافظة للخطر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. العشائر باتت على خط أزمة تشكيل حكومة ديالى بعد إخفاق مجلسها في عقد أولى جلساته وتركها مفتوحة لإشعار آخر وسط مطالبات موحدة برفض فيتو بغداد السياسي حيال توزيع المناصب. لا شك محافظة ديالى المشهد السياسي بالمحافظة يشهد تعقيدات ويشهد مرحلة صعبة في تاريخ المحافظة
لا سيما ان المحافظه محافظه ساخنه وغير مستقره. اللي نراه اليوم بالاتفاقات السياسيه اللي جات تحصل ببغداد انقلاب على هاي العمليه الانتخابيه. خاصره بغداد، هكذا هو الوصف الامني لديالا، بات يسودها القلق من ان تشكل عقده تشكيل حكومتها المحليه ازمه تنعكس على الامن في ظل تحديات مثيرة للقلق. ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المحلية من خلال انتخاب مجلس المحافظة وكذلك المحافظ، لأنه تأخير بتشكيل الحكومة يؤخر إنجاز الخدمات وكذلك المشاريع، وبالتالي داعش يستفيد والعصابات الإجرامية تستفيد من تأخير تشكيل الحكومة وهذه الانقسامات. ندعو إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. يريدون اليوم التضحية بأصوات الناس الشرفاء، الناس الفقراء والمزارعين والفلح والعمال. إذا إحنا أصواتنا تروح، إحنا شلون نقبل؟ شلون نقبل شارع محافظ ديالى أن صوته يروح؟ ليش طلعنا الانتخابات وليش انتخبنا؟ اتساع الخلافات السياسية في ديالى قد يدخل المحافظة في دوامة هي في غنى عنها، خصوصا بعد أن أعلنت عشائر المحافظة رفضها القاطع أي تدخلات خارجية. ياسر عبد عذاب، الرابعة، ديالى. عن هذا الموضوع ينضم معي من محافظة ديالى السياسي والمراقب للشأن المحلي عادل التميمي. مرحبا بكم أستاذ عادل. أبدأ معك من تعطيل عقد جلسة محافظة ديالى لتسمية المحافظ الجديد. ما هي الخلافات التي تمنع الكتل لحسم هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي الكريم وعلى مشاهدي قناة الرابعة الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بالحقيقة ليس هناك تعطيل أو عرقلة لعقد الجلسة، لكن لا يوجد هناك توافق سياسي على عقدها. نحن نعلم من الخارطة السياسية أو الخارطة الانتخابية ما بعد الآن النتائج لم تسفر عن فوز كتلة بأغلبية مقاعد المحافظة أو بالنصف زائد واحد من أجل أن تمرر الكابينة يعني المحلية بشكل سلس وواضح. وبالنتيجة لا بد من توافقات سياسية بين هذه الكتل، والاتفاق على عقد هذه الجلسة والتصويت من خلال اتفاق سياسي أو توافق سياسي بين هذه الكتل التي تملك مقاعد مجلس محافظة ديالى. وبالتالي إذا لم يكن هناك توافق سياسي واتفاق على قضية تمرير الجلسة وانتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبيه، فلا يمكن أن نذهب إلى جلسة أو إعادة الجلسة للمرة الثالثة بدون وجود إجماع وتوافق سياسي بين الكتل الفائزة في الانتخابات. هناك خلافات وهناك انقسام بين هذه الكتل، وهناك رغبات، وهناك طموح للظفر بمنصب المحافظ وهو طموح مشروع. وبالنتيجة لم نصل حتى هذه اللحظة. طيب أستاذ عادل، هذا الطموح المشروع الذي وصفته ألا يؤثر يعني النصاب من أجل هذا الطموح المشروع للنيل على منصب المحافظ، ألا يؤثر على الوضع في ديالى؟ ديالى وضعها حساس دقيق جدا، لا يستوجب تأخير كثير، ومن الممكن كلما تأخر الوقت كلما دخلت الأمور في مساومات وضغوط أحيانا قد تكون من بغداد أو خارج بغداد. وضع ديالى الأمني جيد والوضع مستتب والأمور طبيعية في محافظة ديالى، ولا يعني لا أرى مبررا لهذا التخوف وهذا التهويل. لكن عدم قدرة الأطراف في ديالى على حسم الموضوع، تدخلت بغداد، تدخلت الكتل السياسية من أجل لملمة يعني أو تشكيل اتفاق سياسي أو محاولة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، وأن تجمع هذه الأطراف على اتفاق سياسي يضمن يعني استحقاق الانتخابي، وبالتالي نذهب إلى انتخاب مجلس رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه. اعتقد الامور ستحل في الساعات القادمه، هناك حوارات مكثفه، هناك تواصل بين مختلف الاطراف، لا يوجد هناك توتر بالمعنى التوتر، لكن هناك ترقب وانتظار لان تسفر هذه المفاوضات عن الذهاب الى جلسه لمجلس المحافظه من اجل التصويت على رئاسه المجلس ونائبه وعلى منصب المحافظ ونائبيه من خلال هذا الاتفاق السياسي الذي ننتظر ان ينضج في الساعات القادمه. طيب بسؤال اخير استاذ عادل، يعني الخيارات المطروحه الان ما هي والتي يتم النقاش فيها مع بغداد، ومن هو الاقرب اليوم لان يتولى منصب المحافظ، اقصد من اي كتله باختصار لو سمحت؟
نعم، في الحقيقة المجلس نعم منقسم إلى يعني أو أعضاء المجلس منقسمين إلى كتلتين، وكل كتلة لديها مرشح ولديها طموح بالظفر بمنصب المحافظ، لكن ليس لديها نصاب لعقد الجلسة، وبالتالي أي انضمام أي شخص من أعضاء المجلس قد ينضم لهذه الكتلة أو تلك ليحقق النصاب، وقد يسفر عن انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، وبالتالي هذا أعتقد طموح مشروع. و هناك سباق من اجل يعني الوصول لاتفاق سياسي من كلا الكتلتين، نعم، من اجل ان تذهب يعني قياده المحافظه في المرحله القادمه الى هذه الكتله او تلك. اشكرك جدا من محافظه ديالى السياسي والمراقب للشان المحلي عادل التميمي، شكرا جزيلا. أكدت اللجنة المالية النيابية انتظارها وصول جداول موازنة العام الحالي من الحكومة لقراءتها والتعديل عليها. عضو اللجنة مصطفى القرعاوي شدد على توجه المالية النيابية نحو دعم القطاع الخاص والاستثماري من خلال تشريع قانون الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، معربا عن أمله بدعم الحكومة للفرص الاستثمارية وتقليل الضغط على القطاع الحكومي. تعديلات مختلفة تنتظرها موازنة العام الحالي استعدادا لتشريعها المساحة القانونية المتوفرة للتعديل والمتغيرات المالية، نتابعها مع أحمد ليث في هذا التقرير. رفع نسب التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية وإجراء المناقلة في أبواب الصرف للجانب التشغيلي وتغيير في مستحقات الإقليم، تعديلات ستسري على موازنة 2024 المؤمل إقرارها قريبا، أي فور وصول التعديلات المقترحة من الحكومة إلى البرلمان. التعديلات ستشمل المناقلات والتركيز على المشاريع الاستثمارية، وهنالك أيضا يوجد عندنا المشكلة الأزلية أو المزمنة وهي مخصصات إقليم كردستان. هذه الثلاث فقرات هي الوحيدة التي سوف تناقش عندما تكمل الحكومة العراقية جداولها وتعديلاتها وترسلها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها. يعني المساحة القانونية المتوفرة للتعديل على موازنة العام الحالي هي على جداول القانون فقط، بعد توفير موازنة فاعلة لثلاث سنوات لا يمكن تغيير بنودها الثابتة. فالمتغيرات المالية التي تتوفر سنويا هي من حددت التعديل على موازنة 2024، ومثله سيطبق في موازنة العام المقبل. الصعوبة ليس بالتشريع القانون، إنما التنسيق في عملية وجود مال للفقرات التي تضاف، وهنالك أيضا مسألة إعادة عمل مجالس المحافظات أيضا يحتاج إلى ميزانية ويحتاج إلى خطة. يعني السلطة التنفيذية تبني على حاجة المؤسسات المالية القطاعات والوزارات، وتخمن ذلك التقدير المالي، وتضاف إليه عملية الحاجة القانونية أو الآلية القانونية وترفع إلى السلطة التشريعية. وبعد إكمال الحكومة من صياغة التعديلات على جداول موازنة 2024 ترسل إلى البرلمان لتمريرها سريعا وفق ما سيتم الاتفاق عليها. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. من أجل إعادة إنعاش مناطق الأهوار في العراق أطلقت وزارة الموارد المائية خطة جديدة تنسجم مع استراتيجية قلة الإيرادات المائية، حيث أكد مركز إنعاش الأهوار أن الخطة تشمل توسيع مغذيات الأهوار لتأمين الحد الأدنى من التدفقات المائية. تعد الأراضي الرطبة واحدة من أكثر الموائد تنوعاً بيولوجياً في العالم، وتوفر موطناً للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض للحيوانات والنباتات، وتوفر شريان حياة لأنواع المياه العذبة. توجه وزارة الموارد المائية يتناغم مع الاعتراف بالقوانين الدولية الداعية للتعاون بين الدول في مواجهة قضايا المياه بشكل مشترك، بالإضافة إلى إيفاء التزام العراق ضمن اتفاقية رامسار إيمانا منه
بأهمية التعاون. وزارة الموارد المائية ومن خلال خططها السنوية تعاملت مع يعني موضوع الحصص المائية وكافة القطاعات ومن ضمنها قطاع الأهوار من خلال الخطط التشغيلية للموسمين الصيفي والشتوي، لكن للأسف الشديد أنه حصة الأهوار عندما تطلق من السدود أو السدات أو من منشآت السيطرة والتحكم تتعرض، أقصد التصاريف اللي تطلق تتعرض في طريقها وقبل وصولها إلى مناطق الأهوار تتعرض إلى التجاوزات من قبل المؤسسات من قبل الأشخاص، بالإضافة إلى العديد من الملوثات. انسجاما مع استراتيجية قلة الإيرادات المائية بدأ خطة هي توسيع وتعميق مغذيات الأهوار لتأمين الحد الأدنى من التدفقات المائية والحيلولة دون هجرة سكان المحليين اللي هم مربي جاموس وصيادين الأسماك. اعتصم خريجو محافظة ذي قار أمام ديوان المحافظة للمطالبة بشمولهم باستثناء رئيس مجلس الوزراء لغرض تعيينهم، ودعا المحتجون حكومة ذي قار المحلية والمركز للتدخل وحل قضيتهم. محافظة ذي قار المطالبين بملحق الاستثناء اليوم كانت لهم وقفة أمام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بحقوقهم المشروعة. ستستمر هذه الوقفات أمام ديوان محافظة ذي قار إلى تحقيق المطالب. ندعو جميع المسؤولين في الحكومة المحلية والحكومة المركزية إلى الاتجاه إلى أبنائهم الخريجين والوقوف بينهم وسماع صوتهم والنقاش في الحلول الممكنة لحل هذه القضية. إحنا معتصمين خريجين من الكليات والمعاهد، هاي الخريجين حقها ظلم، يعني ظلموا بحقهم نهائيا، ماكو غياب العدالة الاجتماعية. احنا رسالتنا الى رئاسة الوزراء، رسالتنا الى الاستاذ مرتضى الابراهيمي المحافظ ذي قار، رسالتنا احنا شمول المعتصمين الخريجين كليات ومعاهد بملحق استثناء. هاي عندك خريجين اعدادها بالالاف، لازم تشوف لها صورة حل. احنا خريجين محافظة ذي قار المركز والاقضية والنواحي نطالب بملحق استثناء حالنا حال باقي المحافظات المنكوبة، النجف وبغداد وغير المحافظات، كلهم خذوا ملحق استثناء. شمعنا الناصرية اللي تضحت بالدماء والشهداء، احنا مطلبنا الاول والاخير مركز محافظة الناصرية ملحق استثناء يشمل جميع خريجين محافظة ذي قار عامة. وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتفعيل مشروع الاشارات الذكية والرادارات في العاصمة بغداد. الشمري خلال ترأسه اجتماعا مع المديرية العامة للمرور وجه بالاسراع في ادخال هذا المشروع حيز التنفيذ، إضافة إلى الطرق السريعة، كما أكد على الإسراع بإنجاز قواطع الطرق الخارجية التي هي قيد الإنجاز وتشكيل لجنة تدرس الطرق السريعة التي سجلت نسبا عالية من الحوادث. حذر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بورين من تداعيات أي هجوم للاحتلال الإسرائيلي على رفح، وجدد بوريل في منشور على حسابه بموقع أكس التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر. حذرت الأمم المتحدة من أي تهجير قسري جماعي للمدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المدنيين في رفح يحتاجون إلى الحماية، والأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي. نشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح، والأمين العام كان واضحا جدا عندما سئل عن فتح أبواب معبر رفح. هي ليست أبوابنا لنفتحها، الناس بحاجة إلى الحماية ولا نريد أن نرى أي نزوح جماعي قسري للناس، ولن ندعم بأي شكل من الأشكال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي. نحاول أن نوفر للمدنيين طعاما ولباسا وعلاجا طبيا، ولكن يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نحميهم من نيران الدبابات وقذائف المدفعية. اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان واشنطن بمشاركتها في الإبادة الجماعية بغزة.
عبد اللهيان أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح خلال أكثر من 4 أشهر من القصف بتحقيق أي من أهدافه في غزة. للعالم بأجمعه بأنه بعد مضي أكثر من 4 أشهر على هذه الحرب والإبادة الجماعية ضد أهالي غزة والضفة الغربية، فإن الكيان الصهيوني وداعميه لم يحققوا أي إنجاز ملموس بهذا الشأن. ايالات متحدة أمريكا همزمان در دو مسير حركت مكونه. إن الولايات المتحدة الأمريكية فتتجه في مسارين بشكل متزامن. مسير أول تداوم إرسال مستمر سلاح ومشاركات در نسل كشي در غزة است. المسار الأول هو استمرار إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة. ومسير دوم سخن گفتن از راه حل سياسي است. والمسار الثاني هو الحديث عن التوصل لحل سياسي. ما بصراحت میگوییم اگر آمریکا به دنبال آرامش در منطقه هست، راهکار آن توقف نسل‌کشی، جنگ و جنایات در غزه و کرانه باختر است. نحن نقول بكل صراحة بأنه إذا أمريكا تتطلع نحو إرساء الهدوء في المنطقة، فآلية ذلك وحل ذلك هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم وهذه الحرب ضد غزة والضفة الغربية. از مقامات عالی لبنان و جناب آقای وزیر بوحبیب در خصوص تحولات داخلی لبنان گزارش. كشفت وسائل إعلام عن استعداد تل أبيب لإرسال وفد إلى القاهرة الثلاثاء المقبل للتفاوض بشأن المحتجزين لدى حماس، وأشارت تلك الوسائل إلى أن الوفد سيعقد اجتماعا مع مديرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومدير المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري لبحث الجهود في التوصل إلى اتفاق تأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة. استهدف حزب الله اللبناني تجهيزات تجسسية للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفر شوبا ومزارع شبع اللبنانية المحتلة، وأكد الحزب في بيان أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في هذا الموقع وأنها جاءت دعما لشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الحدودية مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة. للحديث في تطورات الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الرابع محمد البلبيسي. محمد أحييك، ودعنا في آخر التطورات، القصف الإسرائيلي على رفح، وهل الاحتلال يعد العدة فعلا لاقتحام آخر مناطق النازحين في القطاع؟ نعم فالح، الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة زود من عملياته العسكرية ضد مدينة رفح، هذه المدينة التي دعا إليها السكان قطاع غزة للنزوح إليها خلال الفترات الماضية من هذه الحرب المستمرة. اليوم يعني بصريع العبارة الجيش الإسرائيلي يريد الضغط على الوسطاء وعلى حركة حماس من خلال استهداف سكان مدينة رفح وشن عملية عسكرية في هذه المدينة. اليوم كان هناك غارة إسرائيلية في مدينة رفح على منزل واحد، هذه الغارة نتج عنها 25 شهيدا وعشرات الإصابات. أعداد الشهداء المرتفعة على إثر غارة واحدة في رفح، هذا بسبب الازدحام السكاني الكبير، بسبب ازدياد عدد الناس، بسبب تكدس البنيان وأيضا الخيام بجوار المنازل وبجوار في شوارع مدينة رفح ومخيمات المدينة التي تحوي على ما يقارب فالح 1,800,000 نازح فلسطيني نزحوا من أماكن مختلفة من قطاع غزة. هؤلاء الناس الذين نزحوا إلى رفح لا يستطيعون اليوم التحرك، أمامهم فقط الحدود المصرية وهي مغلقة تماما، فقط معبر رفح يسمح لدخول حملة الجوازات الأجنبية والمرضى أو العودة إلى خان يونس، وها خان يونس هي على ساحة اشتباك ومواجهة، ولأن الجيش الإسرائيلي يتواجد بريا ويكثف أيضا غارات على مدينة خان يونس وأيضا مركز المدينة بجوار مستشفى ناصر ومستشفى الأمل المحاصرتين منذ أيام طويلة.
منذ بدء العملية العسكرية في مدينة خان يونس. كل هذه الغارات الإسرائيلية والتركيز على جنوب قطاع غزة والوصول إلى رفح، هذا ينذر بكارثة والجميع حذر منه. كوان الرئاسة الفلسطينية حركة حماس قالت بأن أي تحرك بري تجاه رفح سينسف كل جهود المفاوضات والصفقة التي تبدأ في القاهرة. وأيضا المؤسسات الدولية والأمنية حذرت من كارثة قد يصل إليها سكان قطاع غزة في جنوب القطاع. بعض الناس في هذه الأيام يحاولون النزوح والعودة إلى المناطق الوسطى، دير البلح، النصيرات التي أصلا هي تصنف من المناطق الحمراء ولا يوجد فيها أماكن صالحة لاستوعاب الأعداد الكبيرة من النساء من النازحين، خصوصا بعد العملية البرية التي جرت في المنطقة الوسطى، في البريج، في المغازي، في أطراف النصيرات، في منطقة الزوايد. هذه الأماكن التي باتت غير صالحة لاستقبال هؤلاء الناس. وأيضا في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، اليوم كان هناك غارة في منزل بدير البلح أدت إلى استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين. وأيضا في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي والزوارق التي الآن نستمعه مباشرة من بحر المنطقة الوسطى والمناطق القريبة منا، حيث أن الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته الإسرائيلية على معظم مناطق قطاع غزة. وأيضا منطقة شمال غزة، حي الزيتون، حي الشيخ رضوان، مناطق مختلفة في قطاع غزة تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل لا يتوقف في مناطق مختلفة من شمال مدينة غزة، تحديدا منطقة حي الزيتون وحي الشجاعية وأيضا أطراف حي الشيخ رضوان، بعد أن انسحبت الدبابات الإسرائيلية. فالح إذا كنت تسمعني. نعم، أسمعك بشكل واضح. وأريد أن أيضا أن أسأل الشمال. محمد، إذا كانت يعني الحديث عن نية اجتياح بري يعني هي نية للإسرائيليين للقيام بها في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، كيف نفهم أيضا قضية الحديث عن هدنة وتبادل أسرى ما بين الطرفين؟ سؤالي تحديدا، هل هو ضغط إسرائيلي على حماس وعلى الفلسطينيين للإسراع في هذه القضية والحديث في الاجتياح البري، أم أنه فعلا سيكون؟ يعني هذا يعني الآن إسرائيل تسير لمسارين. المسار الأول هو العملية العسكرية وهي تستمر في خان يونس ومناطق مختلفة من قطاع غزة، وبدأت بشن غاراتها وتكثيفها على مدينة رفح، وهذا ما نشاهده في الساعات الماضية والأيام الماضية بازدياد الغارات وازدياد أعداد الشهداء. المسار الآخر هو الضغط على الوفد المفاوض، خصوصا أقصد هنا حركة حماس والوفد الذي يتواجد بالقاهرة، وأيضا إعطاء وسائل ضغط للوسيط المصري والقطري والأممي الذي يقود هذه المفاوضات، الضغط على حماس القبول بشروط إسرائيل. والضغط هذا إسرائيل تتجه اليوم بالضغط بشكل أكبر على المدنيين وعلى مدينة رفح، لأن هذه الورقة الأخيرة في هذه الحرب الإسرائيلية. إما ستنتهي الحرب ويعود الناس، أو إما ستفشل المفاوضات وتدخل إسرائيل إلى مدينة رفح بشكل بري، وهذا سوف يكون كارثة إنسانية وكبيرة، وسيفقد الفلسطينيون أرواح كبيرة من المدنيين والنازحين الذين لا زالوا يتواجدون في مدينة رفح، خصوصا أن المدينة هي الأصغر جغرافيا في غزة والأكثر ازدحاما بعدد الناس بعد أن نزحوا إليها. لذلك اليوم حماس أمامها أوراق ضغط، هي تضغط بصفقة الأسرى، وإسرائيل تضغط بتهديد بدخول العملية برية إلى رفح. واليوم حركة حماس أعلنت وجناحها العسكري بأن فقدت 2 من الأسرى الإسرائيليين قتلى، وفقدت 8 أسرى بين إصابات بالغة وخطيرة، ولم تتمكن من تقديم العلاج اللازم بسبب الحصار الذي تتعرض له في قطاع غزة ومناطق الاجتياح بشكل كامل. وأيضا هي تريد أن تضغط على الشارع الإسرائيلي للضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو تحديدا لإبرام صفقة محتملة بين الفصائل الفلسطينية وإنجاز هذه الصفقة وإنهاء الحرب الإسرائيلية. بالمناسبة كل مطالب حماس فالح هي مطالب يعني إنهاء الحرب، وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة النازحين، إعمار غزة، وأيضا إنهاء إعادة الوضع في مدينة القدس العام 2002 وإفراج أكبر عدد من الأسرى. هي مطالب عادية مقارنة بالأعداد الأسرى الكبيرة الذي تمتلكه حركة حماس، ولكن إسرائيل لا تريد لحماس أن تمتلك أي ورقة أو أي وسيلة تظهر بأنها منتصرة بنهاية الحرب. نعم. ونتنياهو كما تعلم يريد إطالة أمد هذه الحرب حتى الوصول إلى نصر كما يقول، وهذا النصر غير محقق الآن، خصوصا أنه لم ينجح بتحرير. نعم. أي أسير خلال هذه العملية. واضح جدا، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا من قطاع غزة مراسل قناة الرابعة محمد البلبيسي، شكرا جزيلا.
تنوعت الثقافات والفعاليات ضمن المهرجان الفني للتآخي والسلام في كركوك، إذ وثق لنا مراسلنا في المحافظة مهند التميمي الفرق الفلكلورية والفنون المختلفة التي قدمت في سياق هذا التقرير. ستة محافظات اجتمعت على أرض المركز الثقافي في كركوك لتعلن انطلاق مهرجان بالثقافة والفن نعزز أواصر التآخي والسلام في مدينة التآخي. وبنسخته الثالثة القائمون أكدوا إن أبرز ما يميز هذه النسخة هو المشاركة الفاعلة للفرق الفلكلورية الشعبية. ما يميز هذا الموسم أو هذا المهرجان بهذه النسخة هو اشتراك فرق عديدة من مختلف محافظات عراقنا العزيز. هناك فرق من أربيل وسليمانية ودهوك والبصرة والفرقة الوطنية من بغداد، بالإضافة إلى الفرق الفنية المشاركة من محافظة كركوك. نحن نؤكد ونزعم دائما أن محافظة كركوك هي ملتقى للحب والسلام، ولعل ما يقدمه البيت الثقافي هو برمجة حقيقية للواقع الذي تعيشه كركوك من التعايش السلمي والتآخي الحقيقي بين جميع مكونات عراقنا العزيز. تبادل الثقافات وعرض الأزياء من خلال فعاليات المهرجان وتقوية أواصر المعرفة بالفنون الفلكلورية الشعبية من خلال المحافظات الحاضرة هي سمة المشاركين الذين وصفوا المهرجان باللحمة التاريخية الوطنية. حقيقة تجربة عظيمة احنا نشارك بهذا المهرجان الكبير. اعتبره اني يعني مهرجان يستحق انه الجمهور العراقي يعني يتضع على الفلكلور العراقي بكل محافظات العراق. ونحن سنقدم أوبريت المصالح الوطنية. هذا الأوبريت يتحدث عن المصالح الوطنية في كل مكونات الشعب العراقي، وفي الأخير يتوج العلم العراقي هو خيمة العراق في كل أطيافه وقومياته العراقية. احنا كتير فرحانين كفرقة سلمانية كان عندنا فرصة حتى نشارك بهذا المهرجان، وهاي المهرجانات حلو لتبادل الثقافي والأزياء، وحتى احنا هم نتبادل الثقافة نتبادل بين الفرق، وحتى هم من الجمهور تشوف وتعرف الاختلاف بين الثقافات بهاي المناطق. احنا كمنطقة الشمال همنا. وعلى الرغم من أن مسيرة كركوك الثقافية والفنية مستمرة، إلا أنها لا تزال تفتقد إلى شارعها الثقافي أسوة وباقي المحافظات العراقية. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. ختام أخبار الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إخراج القوات الأجنبية ورفض كردي سني لإنهاء دور التحالف الدولي بالعراق. بعد حسم أغلب المحافظات ولادة حكومة ديالى تمر بمخاض عسير، وكركوك تترقب اتفاق مكوناتها. الموازنة على موعد مع تعديلات على جداولها وتوجهات نيابية لخلق فرص تقلل الضغط على القطاع الحكومي. مخاوف من ارتكاب مجزرة في رفح، الاحتلال يعد العدة لاقتحامها، والأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري. الأخبار قدمناها لكم من قناة الرابعة، إلى اللقاء.